هذه الفرق والأحزاب يدعي كثير منهم أنه هو الذي على الصراط المستقيم. يا أخي عندنا الميزة، ما هي بالمسألة دعاوى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، المسألة واضحة، نجيب الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فأجيب الميزان وهو الكتاب والسنة، فمن كان يوافق قوله أو منهجه الكتاب والسنة هذا حق، ومن كان يخالف فهو باطل. نعم. فضيلة الشيخ، تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله ما ضيعنا لأقوال الناس، وضع لنا صراطا مستقيما نمشي عليه. نعم.